وحضرتك بس عايزين بس رؤية حضرتك لحل الأزمة بين النقباء، نقابة المحامين والقضاء. حل الأزمة عبارة عن وقف هذا المشروع المشبوه إلى حين انتخابات مجلس الشعب، ويعرض على مجلس الشعب أي اقتراحات أو أي قانون، ويصدر بطريقة قانونية من مجلس الشعب. ده اقتراح، يعني لا يصدر في هذه الأيام وفي يعني وقت البلبلة ووقت الاضطرابات، لا، نستنى لما انتخابات مجلس الشعب تخلص ويعرض أي قانون على مجلس الشعب، واللي هيصدره مجلس الشعب إحنا موافقين عليه. إشراف على انتخابات النقابة؟ لا، إشراف على انتخابات النقابة إذا تقاعسوا القضاة إحنا في غنى عنهم، مش عايزينهم. تتم إزاي؟ تتم بواسطة المحامين، ما يجراش حاجة إن كل لجنة يبقى فيها أقدم ثلاث محامين بس. حضرتك تقول كلمة للقضاة؟ لا، أوجه كلمة للقضاة، أقول لهم إن إحنا بنكن لكم كل تقدير وكل احترام، ويعني خليكم يعني خلي اسلوبكم اكرم من الاسلوب بتاعكم ده، يعني خلي اسلوب الحوار اسلوب هادئ ومؤدب بس. شكرا. العفو يا حبيبي.